شالوم، مرحبا بكم في قناة ديالي العبرية من دارك. معكم كنزة، واليوم أول درس لنا إن شاء الله في اللغة العبرية. على غادي نبدأ بواحد مقدمة صغيرة إلا سمحتوا لي، غير باش نعرفوا على أش من عبرية إن شاء الله غنركزوا عليها في القناة ونوضحوا كل شيء من الأول. ألوغ أولا خصنا نعرفوا كيفاش غادي نقولوا العبرية باللغة العبرية. غنقولوا لها إيفغيت، إيفغيت، حيت كيما عندنا العربية العربية، الفرنسية لو فرونسي، الإنجليزية إنجلش، العبرية إيفغيت هي اللي إن شاء الله غنركزوا عليها. ولكن إنا نوع ديال العبرية، عندنا العبرية الكلاسيكية اللي هي ليبرو بيبليك، إيفغيت ميكغائيت، إيفغيت ميكغائيت، وهذه اللي تكتبت بها التوراة وقديمة بزاف. ولا ماشي هي اللي غادي ان شاء الله نركزوا عليها، كاين بزاف ديال الانواع، كاين اوسي العبريه اليمنيه، العبريه ديال السفارد، العبريه ديال الاشكيناز، هادو كاملين علم اخر ماشي حنا ما نركزوش عليها في هذه القناه، عندها ناسها ومختصين فيها. حنا ان شاء الله غنركزوا على العبريه الحديثه لي برو مودرن اللي كنسموها بالعبريه ايفريت مودرنيت، إيفغيت مودرنيت اللي هي إيفغيت شال يوم يوم، يعني ديال كل نهار غتسمعوها مع الناس كيهضروا بها، مع أصحابهم، مع عائلاتهم، في الزنقة، في التجارة، ديال كل نهار، في التلفاز، الكتب، الجرائد، مواقع التواصل الاجتماعي، الموسيقى، ديال كل نهار. فوالا هذه إن شاء الله اللي غادي نركزوا عليها. آخر حاجة باش ما نطولش الفيديو، هي اللي بغيت نوضح هي ان هاد القناه ما عندها حتى شي علاقه لا بالسياسه ولا بالدين. حنا هنايا فقط حب للعلم، حب المعرفه واللغه العبريه، اي سي تو. غادي نشوفوا باللي كاين بزاف ديال التشابه مع اللغه العربيه والدارجه المغربيه ديالنا. الوغ دابا ان شاء الله غنبداو الدرس ديالنا ببعض الكلمات والجمل ساهلين وبسط. شالوم، شالوم، سلام. إيفغيت، إيفغيت، عبري. أغافيت، أغافيت، العربية. أغافيت. تصرفاتيت، تصرفاتيت، فرنسية. تصرفاتيت. وعلى فكرة اي واحد فينا يقدر يقول الغا ولا الرا، يعني هنايا ما كاينش اشكال، تقدروا تسمعوا الناس كيهضروا بالرا، يعني تصرفاتيت، ارافيت، بوكرتوف، ما كاينش اشكال. كما تقدروا تسمعوا الناس كيقولوا ايفغيت، ارافيت، تصرفاتيت، وكيوركوا على الاخ، دونك ما كاينش مشكل، اختاروا اللي بغيتوا واللي ارتحيتوا فيه. يا في هذه العبريه ما عندناش فيها مشكل. دابا ان شاء الله غندوزو بعض الجمل بسط بهادشي اللي تعلمناه. الو نبداو. اني، انا، اني، لوميدات، ايفغيت، هادو غنشوفوهم دابا لي برونو بيرسونيل، يعني نبقاو غير في سانغولييه، غنبقاو في ضمائر المفرد وما غنمشيوش في الجمع. الجمع ان شاء الله حتى المره الجايه باش ما يكونش الفيديو ثقيل بزاف، حيت كاين بزاف ديال المعلومات جداد في هذا الدرس الاولاني. دونك كاين اني، اني هي انا، هذه ما كتبدلش عند الرجل والمراه، الرجل غيقول اني والمراه غتقول اني، غيتبدل في الفعل ملي غادي نبغيو نصرفوه. الوغ مثلا عندنا لو فيرب، الفعل للمود، عندنا الفعل للمود اللي هو apprendre، تعلم، يعني غنتعلم. انا كنتعلم عبري، الا كنت بنت غادي نقول اني لوميدات ايفغيت، حنا في المضارع دابا، انا كنتعلم عبري، اني لوميدات ايفغيت، اني لوميدات ايفغيت، الفعل للمود ملي غنصرفوه اني لوميدات ايفغيت عند الاناث. راجل غيقول اني، اني ما كتبدلش، لوميد، اني لوميد،
Annie Lomed Ivrit. Annie Lomed Ivrit. Annie Lomed Ivrit. Sahla. دابا باش نقول انتي وانت. انتي هي ات ات لوميدت ايفريت ات لوميدت ايفريت. عاوتاني لوميدت ما كتبدلش. انتي كتعلمي عبري. ات لوميدت ايفريت. انت كتعلم عبري. أتا أتا عقلو على بحال أنت. أتا لوميد إفريت. أتا لوميد إفريت. أتا لوميد إفريت. ودابا باش نقولو هي وهو. هي كتعلم عبري. هي لوميدت إفريت. هي لوميدت إفريت. هي لوميدت إفريت. هو كيتعلم عبري. هو لوميد إفريت. هو لوميد إفريت. هو لوميد إفريت. إذا عندنا أني أت هي. أني أتا هو. دابا غنديرو شي كلمات اخرين ان شاء الله باش نزيدوهم على هاد الجمل اللي تعلمنا. مورا موري. مورا موري. استاذة واستاذ. مورا استاذة. موري استاذ. اني مورا. انا استاذة. هي مورا. هي أستاذة. أت مورا. أنت يا أستاذة. هو تلميذ. هو تلميذ. هي تلميذة. غنزيد واحد الكلمة كتقال بزاف 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 بالعبرية، يعني الكلمة كتلقاها في توت لي فراز تقريبا، اللي هي دابا. كيفاش غادي نقولو دابا بالعبرية؟ أخشاف. الناس يتبعوا بزاف ديال المسلسلات غيعرفوا بلي هاد الكلمة يعني كتبقى تقال بلا قياس في لونغاج كوران، يعني دونك ضروري نعرفوها. أخشاف أخشاف أخشاف. أني لوميدت إفريت. עכשיו אני לומדת עברית. עכשיו אני בבית. אני בדר. עכשיו אני בבית. בבית בדר. בית בדר. דבר כפני שעדי נתעלמו נסו לו שיחד. אלא סוולנה בתל שיוחד דור נורחה. كيفاش غادي نتعلمو نسولو وكيفاش نقدرو حنايا نجاوبو؟ سهله. عندنا مي ما ايفو. مي هي شكون. من. ما هي ما بحال العربيه ما. ايفو هي فين. مي ات شكون انت. مي ات. مي ات. مي أت. أني مورا. أني كنزا. أني تلميذة. مي هو. مي هو. هو فؤاد. هو فؤاد. هو تلميذ. هو تلميذ. ما أت لوميدت. ما أت لوميدت. أشنو كتعلمي؟ ما أت لوميدت. أني لوميدت إفريت. أني
لوميدات إفغيت، أنا كنتعلم عبري. ما هو لوميد؟ ما هو لوميد؟ هو شنو كيتعلم؟ هو لوميد تصغفاتيت، هو لوميد تصغفاتيت، تصغفاتيت، هو لوميد تصغفاتيت، هو كيتعلم فرنسية. مي أني، مي أني، أني مورا. إيفو أتالوميد، فين كتعلم؟ إيفو، إيفو أتالوميد. تقدر أنت تجاوب مثلا أني لوميد ببايت، أني لوميد ببايت. نقدر نزيدك إيفو أتالوميد إفريت، تقدر تجاوب أني لوميد إفريت با أونيفرسيتا، لونيفرسيتي، الجامعة. أني لوميد إفريت، أني لوميد إفريت با أونيفرسيتا، أني لوميد إفريت با أونيفرسيتا. إيفو أتا غار، إيفو أتا غار، فين ساكن نتايا؟ إيفو أتا غار، أني غار بماروكو، في المغرب. أني غار بماروكو، أنا ساكن في المغرب. عندنا غار وعندنا غارا، هذا من الفعل ديال لاغور، أبيتي، سكنة، فين كتسكن؟ أنا كنسكن في المغرب. أني غارا الإناث بماروكو، أني عند المذكر، أني غار بماروكو، أني غارا، هو غار، أت غارا، هي غارا، أني غار، أتا غار، هو غار، أني غارا بتصرفت، أني غارا بتصرفت، فرنسا، أنا ساكنة فرنسا. تصرفتيت الفرنسية، تصرفت فرنسا. أني غارا بماروكو، أنا ساكنة في المغرب. إيفو أت لوميدة إفريت، أني لوميدة إفريت با أونيفرسيتا، كنقولو ب ماروكو، ب في شي بلاد، في هاد البلاد ب ماروكو، وكنقولو با أونيفرسيتا. هاد لي ديتاي إن شاء الله نشوفوهم في الدرس المجي بإذن الله، في الدرس الثاني مع الجمع، وغادي نتعلمو إن شاء الله المرة الجاية نو سولمون بعض الكلمات جداد، مي اوسي غادي نتعلمو نكتبو 4 ولا 5 الحروف اللي قدينا عليه ان شاء الله المرة الجاية بالعبرية. ضروري عندنا اللغة كتبغي ضروري نقراوها بالحروف ديالها، دونك ان شاء الله غادي غير خصكم توجدوا ليا ورقة وستيلو وغادي نكتبو اون ميم طون ان شاء الله. كلشي ساهل، ما كنبداوش حنايا بلغة الفابيتيك بالعبرية، غنبداو بالحروف اللي هما بنفس الشكل، كما ان شاء الله غادي تسهل الخدمه. فوالا، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معايا، كان هذا اول درس لينا مع اللغه العبريه. نتمنى انني نكون خفيف على قلبكم ويكون داز الفيديو يعني خفيف ظريف. الى عندكم اي اقتراحات ولا تعاليق بليز خليهم ليا لتحت، كنتمنى انكم تكونوا معايا مستفيدين ولو غير بكلمه، حيت كلمه على كلمه راه الواحد يقدر يمشي بعيد في سبيل العلم والحب اللغة. خليكم على خير، نتلقاكم إن شاء الله في الدروس الماشية. باي باي، لا يتغاوت.